وإني أكفر من توسل بالصالحين. من توسل بالصالحين على الإطلاق هذا ما يكفره ما هو صحيح. توسل فيه تفصيل، إن كان يصرف شيئا من العبادة لمن يتوسل به كعباد القبور الذين يذبحون للأموات وينذرون لهم ويستغيثون بهم فهذا كفر، لأنه عبادة لغير الله. أما إن كان إنه ما يصرف لهم شيء من العبادة وإنما يتوسل إلى الله بهم بواسطتهم فهذه بدعة وليست كفرا. السؤال بالجاه أو بحق فلان أو بنبيك أو بعبدك فلان من غير أن يصرف له شيء من العبادة وإنما جعله واسطة بينه وبين الله في قبول دعائه هذه بدعة، لأن الله أمرنا بدعائه بدون اتخاذ واسطة بيننا وبينه، هذا بدعة ولا يسمى كفرا. فقولهم إن الشيخ يكفر بالتوسل مطلقا هذا غلط، الشيخ يفصل في هذا. نعم.